تم في كنيستي سلطانة السلام في الزرقاء الجديدة والقديس جورج الشهيد للاتين في إربد منحوا رتبة الشدياق لخمسة من أبناء الرعية في قداسين احتفاليين. ترأسهما المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن بحضور جمع من المؤمنين وذوي المرتسمين. إلى المزيد. في أجواء إيمانية وروحية تم في كنيسة سلطانة السلام في منطقة الزرقاء الجديدة منح رتبة الشدياق لثلاثة من أبناء الرعية، وهم سهيل كامل عباسي وجمال سليمان قندح ونجيب جميل أبو الشعر، وذلك ضمن قداس احتفالي أقيم في الكنيسة ترأسه سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن بمشاركة كاهن الرعية الأب هاني جميل. في هذا اليوم المبارك نحن سعيدين جدا بهذه المناسبة وبهذا الحدث الفريد من نوعه في أن يكون في رعيتنا خدمة جديدة من خلال منح سيادة المطران رتبة الشدياق لثلاثة من أبنائنا في الرعية. فخورنا بكم وإنها لبركة ونعمة لنا جميعا ولهذه الكنيسة بشكل خاص. وفي عظته خلال الاحتفال الذي حضره عدد من الآباء الكهنة والشمامسة والأخوات الراهبات وجمع كبير من أبناء الرعية وذوي المرتسمين، أثنى المطران الشوملي على الشباب الجدد الذين نالوا رتبة الشدياق شاكرا الله على نعمه التي ينعم بها علينا في كل حين. كلمة شدياق تأتي من اللغة اللاتينية سوبدياكونوس وتعني الشماس الرسائلي. الأعمى الذي شفاه يسوع قال إني أؤمن يا رب فزدني إيمانا. يسوع قال في مقام آخر لو كان عندكم إيمان بمقدار حبة خردل لقلتم لهذا الجبل انتقل من هنا لأطاعكم. فالإيمان هبة من الله نقبلها في قلوبنا وننميها بالممارسة بالصلاة بمطالعة الكتاب المقدس بطاعة وصايا الله. الإيمان هو جسم حي ينمو ويكبر ولكن بإمكانه أيضاً أن ينقص وحتى أن يموت. وفي ذات السياق احتفلت كنيسة القديس جورج الشهيد للاتين في إربد بمنح رتبة الشدياق لاثنين من أبناء الرعية، وهما القارئان جمال معايعة وسميح أبو رحمونة. جاء ذلك خلال قداس عيد تقدمة الرب للهيكل الذي ترأسه سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن بمعاونة كاهن الرعية الأب سليمان شوباش بحضور حشد من أبناء الرعية والفعاليات الكنسية. وهي دعوة لكل واحد فينا أنه فعلا يسأل نفسه، هل أنا غصن مثمر في كنيسة الرب؟ هل أعطي ثمر بكلامي بأقوالي بشهادتي لإيماني وليسوع اللي بتناوله، ولا أنا فقط شخص مشاهد زي ما حكى سيدنا، أو فقط مستهلك بتفرج باخذ وما بعطي زي ما حكى يسوع؟ السعادة في العطاء أكثر منها في الأخذ. إبليس خاف وارتجم
في هذا اليوم المبارك كلنا نريد أن نقدم ذواتنا لله، فنحن كلنا منه وإليه. نحن نصبح قرباناً روحياً عندما نقدم حياتنا بأفراحها وأحزانها لله تعالى. قبل قليل عندما دعا كاهن الرعية أخانا سميح وأخانا جمال أجابوا هأنذا. كلمة هأنذا تعبر عن الطاعة، الطاعة لمشيئة الله. فقد شعر هذان المرشحان بأن الله يدعوهما لخدمة الكلمة وخدمة الهيكل، لخدمة الكلمة وخدمة الهيكل. ولا يوجد أنبل من خدمة كلمة الله وخدمة الهيكل. وفي نهاية القداس التقى المؤمنون حول الشيادق الجدد في جو من البهجة والسرور. ألف مبروك للمرتسمين الجدد في خدمتهم الجديدة للكنيسة.